الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. عباد الله، احمدوا الله سبحانه وتعالى على ما من به عليكم حيث وفقكم لصيام رمضان وقيامه، وسألوه سبحانه وتعالى كما وفقكم لذلك أن يتقبل منكم ذلك. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى وضع شرطا للقبول هو التقوى، كما في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع الصوم لفضائل عظيمة ولحكم عظيمة لا تخفى على أحد، أهمها التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي أن ننظر في أقوالنا ونياتنا وأفعالنا، هل حققنا التقوى أم ما زلنا كما كنا قبل رمضان؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أما المسألة الثانية عباد الله، كما وردت في آيات البقرة التي أوجبت الصيام، فهي شكر الله سبحانه وتعالى وتكبير الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله أكبر كبيرا. الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من كل طاغية ومن كل مال ومن كل رجل ومن كل امرأة ومن كل دولة ومن كل إنسان. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا. أما المسألة الثالثة عباد الله، كما وردت في آيات البقرة، فهي الرشد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد ضد الغي. فينبغي الإنسان، فينبغي الإنسان أن يكون راشدا في أقواله وأفعاله، أن لا يفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يناصب الله سبحانه وتعالى العداء. فيجب علينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أيها المؤمنون، إن من الحكم العظيمة للصوم أن نشعر بجوع الجوع والفقراء. ولذلك قال الشاعر: لعمري لقد عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. كم من متسول يمر أمامنا لا نعيره اهتماما، كم من سائل يمد يده يبسطها يريد خبزه، يريد شيئا من المرق، ومع ذلك لا نعطيه إياه. فينبغي أن نعطيه ذلك وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قبل أن أختم الخطبة الأولى أيها المؤمنون، أذكركم بقول الشاعر: ما عيدك الفذ إلا حين يغفر لك، ما عيدك الفذ إلا حين يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. هذا يوم عظيم حرم الله سبحانه وتعالى صيامه وندبنا إلى موائده، فينبغي أن نتصدق وأن نكثر من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر موائد الخير، وأن نتصدق على الفقراء. ولذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للفقير والمحتاج.
وطهارة للصائم واللغو والرفث، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة وهي زكاة فطر إن شاء الله، ومن أداها قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إننا سمعنا القرآن يتلى كل ليلة، كنا نترك مواعيدنا ونترك أوقات راحتنا ونأتي إلى المسجد، فينبغي أن يحدث ذلك بعد رمضان. وقد قال الفضيل بن عياض: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. كم مرة قرأنا القرآن، كم صلاة جماعة حضرناها، ومع ذلك حينما يأتي شوال لا تجد نصف الناس الذين كانوا يصلون في المسجد يأتون للمسجد. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان، وهو رب شوال، وهو رب للقعدة، وهو رب للحجة، وهو رب محرم، وهو رب صفر، وهو رب ربيع الأول، وهو رب ربيع الثاني، وهو رب جماد الأولى، وهو رب جماد الثانية، وهو رب رجب، وهو رب شعبان، وهو رب رمضان. والله سبحانه وتعالى يقول: وله الدين واصبا، ويقول في خاتمة سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فيا أهل كيفة، اتقوا الله سبحانه وتعالى، صلوا في الجماعات، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم صلاة الجماعة، رغم أن هذا ليس هو المعتمد في المذهب المالكي، لكن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم ذكر قادر عليها. فأتوا إلى المساجد بعد رمضان وقرأوا كتاب الله، ينبغي أن لا تهجروه. وقد اشتكى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا تلاوته، هجروا تدبره، هجروا الاستشفاء به، هجروا العمل به، هجروا الدعوة إليه. من يحفظ القرآن لا يعرف معناه، ومن لا يحفظه من باب أولى. تفقهوا في الدين، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. ينبغي أن نعلم ما أوجب الله علينا من الفرائض، وأن نطبق ما أوجب الله سبحانه وتعالى من أحكام، وأن نعلم بأننا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى اليوم أو غدا أو الشهر القادم أو العام القادم. وحينما نموت سوف يذهب الأهل والأولاد والأقارب والزوجات والإخوة والأخوات، سوف يبقى كل منا أسير ذنبه، يردم في حفرة لا يزوره زائر ولا يذكره ذاكر. فينبغي أن نستعد لذلك عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم عظيم يا عباد الله، ينبغي أن نصل فيه الرحم، وأن نتصل فيه بالأقارب، وأن يسامح فيه بعضنا بعضا. فما منا إلا وهو يخطئ في حق أخيه وأقاربه، ما منا إلا وهو مقصر في صلة الأرحام وزيارة الناس. فينبغي علينا جميعا أن نتواصل وأن نتواصل بالحق وأن نتواصل بالصبر. عباد الله، اسمحوا لي قبل أن أنهي هذه الخطبة بالدعاء أن أذكركم بأمرين عظيمين، أحدهما يتعلق بنا كأفراد، والثاني يتعلق بنا كمسؤولين. وما منا إلا وهو مسؤول وراء. أما الأفراد يا عباد الله، فينبغي أن نوالي لله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ينبغي أن تكون كل خياراتنا لله، أن لا ننساق وراء عواطفنا. وأنا هنا أتحدث عن الانتخابات وعن السياسة في هذه المدينة. ينبغي أن لا نصوت لأحد لأنه قريب أو لأنه غني أو لأنه مرشح الدولة أو مرشح المعارضة، هذه أمانة وتزكية. ومن ولى على المسلمين رجلا وفيهم من هو خير منه فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. آن لنا يا عباد الله أن نتوب إلى الله. مدينتكم هذه عطشة جائعة، لا توجد فيها مستشفيات، لا توجد فيها طرق، تملؤها الأوساخ في كل مكان. أين العمد؟ أين النواب؟ أين الشيوخ؟ اتقوا الله أيها المؤمنون، لا تنتخبوا إلا من تروا أنه سيحقق لكم مصلحة، فهذه أمانة في أعناقكم، فمن أعطاها لمن لا يستحقها سوف يسأل عنها. والمسألة الثانية للمترشحين للساسة، حينما تأتي الانتخابات نبذر، ننفق الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، من أين لك هذا يا عبد الله؟ هذا تبذير، وقد نهى الله تعالى عنه فقال كما في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ:
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها سؤالان عن المال، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا من وليت تدريس الناس في المدارس درس أبناء المسلمين، لا تفتح مدرسة حرة وتأخذ منهم المال. يا من وليت دواء المسلمين لا تقول للمرضى ائتوني في عيادتي وادفعوا 5000 أوقية، إن الدولة فتحت ذلك ومرتبك للدولة، إما أن تأخذ من الدولة مرتبها وتشتغل أو تستقيل وتفتح عيادتك. لا تأخذ مرتبين، لا تتفرغ تكون معلما وتفعل شيئا ليس له علاقة بالتعليم، تكون تاجرا وأنت في الإدارة الجهوية، لا تكون طبيبا ولك صيدلية خاصة. يا من والله الله سبحانه وتعالى أمن المسلمين وحراستهم، أيها الشرطة، أيها الحرس، أيها الدرك، قوموا بما أوجب الله عليكم، احموا الممتلكات واحموا الناس، هذه مسؤولية لكم إن شاء الله. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها المؤمنون توبوا إلى الله جميعا واعلموا أنكم ملاقوه، بعد فترة من هذه الفترات سوف نكون جميعا في القبور. لذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولا تقولوا هجرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. عباد الله إني داع لكم فأمنوا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالعافية، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا سهر رمضان ووفقتنا لصيامه وقيامه، اللهم كما بلغتنا رمضان ووفقتنا لصيامه وقيامه فتقبل ذلك منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اجعلنا ممن تكرمت عليهم بأتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخوالنا وأعمامنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أكرمهم أحياء وأمواتا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، لا يجزيهم عنا إلا أنت يا رب العالمين. رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقوقك من أجل حقوقنا، اللهم اغفر لميتهم في هذه الساعة يا رب العالمين، اللهم اغفر لميتهم في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لميتهم في هذه الساعة يا رب العالمين، اللهم أنزل عليه شآبيب الرحمة يا رب العالمين، وافسح له في قبره مد البصر، وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجمعنا معه تحت غل عرشك يوم لا غل إلا غلك. اللهم اشف حيهم واهده، وبارك في علمه وعمله ووقته وأهله وماله، واختم لنا وله بخير. اللهم اختم لنا وله بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم أصلح أهل هذه المدينة، اللهم أصلح أهل هذه الولاية، وأصلح أهل هذه الدولة يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اغن فقيرهم وداوي مريضهم، اللهم عطف الحاكم على المحكوم يا رب العالمين. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين، اللهم اجعلهم من الشاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأدمها عليهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إن لنا إخوة يعانون في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، فرج يا رب عن عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان في بلاد الصين وبورما يا رب العالمين. اللهم إنهم يقتلون ولا ذنب لهم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، واشف مرضاهم، وأطلق سراح أسراهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إن الطاغية السيسي والطاغية بشار قد أكثروا القتل في الأرض والدمار، يا منتقم يا جبار انتقم من السيسي وبشار. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، عليك بمن أعانهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وفرج عن السجناء في مصر وسوريا وعن المهجرين في مصر وسوريا، أعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين منتصرين. فرج عن عبادك المحاصرين في غزة يا رب العالمين، أنزل لهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض. وفرج يا رب عن أهل فلسطين في أكناف بيت المقدس وبيت المقدس يا رب العالمين، اللهم اجعله شامخا عزيزا وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب احقن دماء المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا هذه من كل سوء، وادم عليها نعمة الإيمان والعافية. اللهم يا ربي ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح حكامنا ومعارضينا وأهل الرأي فينا وأصحاب الإعلام يا رب العالمين، واهد الأئمة والدعاة ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين ترى مكاننا وتعلم حالنا، لا يخفى عليك مكاننا، تسمع حالنا يا رب. اللهم أصلح حالنا ومآلنا، نسألك يا ربي من الخير فوق ما نرجو، نسألك يا ربي من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. اللهم اجعل علانياتنا صالحة، اللهم اجعل اللهم اجعل نياتنا خيرا من علانياتنا، اللهم اجعل نياتنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. نعوذ بك يا ربي أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك يا ربي من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم في هذا اليوم الكريم نسألك يا ربي أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنهم سكان ديار لا يتزاورون. اللهم إنهم ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق المبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم فاغفر لهم ما دون ذلك. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. وارحمنا يا ربي إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تجعل الموت خير غائب ننتغره، والقبر خير بيت نعمره، والطف بنا يا ربي فيما جرت به المقادير، ورضنا يا ربي بقضائك حتى لا نحب تأخر ما عجلت ولا تعجل ما أخرت. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اجعلنا يا رب من طال عمره وحسن عمله في صحة وإيمان وحياة سعيدة. اللهم تقبل منا رمضان وتسلمه منا متقبلا، وأعد علينا يا رب رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. تقبل ذلك منا يا رب، بلغنا ليلة القدر مرات ومرات، عرفنا إياها يا رب وتقبل ذلك. اللهم رزقته منا حجة فاجعلها حجة مبرورة، ومن لم ترزقه حجة فارزقه حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا ربي دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.